السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفيديو. في الفيديو ده احنا هنبتدي سلسلة من الفيديوهات الجديدة اللي هنقول فيها خطة مدروسة ومجربة قبل كده، ازاي تبدأ من صفر لغاية 100,000 دولار من المبيعات في التجارة الإلكترونية. يعني ازاي تقدر تحقق مبيعات توصل ل100,000 دولار عن طريق متجرك الإلكتروني. اللي هنقوله دوت على مش سر ومش طريقة سحرية ومش طريقة مضمونة، علشان أي حد يقولك كلام بتاع الطريقة السحرية والطريقة السرية والطريقة المضمونة ما تصدقوش على طول، لأن مفيش حاجة في الدنيا اسمها كده. أي حاجة هي عبارة عن تجارب وعلم، فإحنا اللي بنعمله إن إحنا بناخد خلاصة التجارب دي ونحاول نقدمها بأبسط طريقة ممكنة، والعلم اللي موجود والحاجات المدروسة والمجربة ونعرضها ونجربها ونستخدمها، وإن شاء الله ننجح بتوفيق ربنا. في الآخر النجاح بيكون بتوفيق ربنا قبل أي شيء، بس الأسباب والاجتهاد ده شيء أساسي. فده اللي أنا بس حبيت إن أنا أوصل الفكرة دي قبل ما نبتدي في سلسلة الفيديوهات، إن ده مش سحر ولا سر، ولا أنا هقولك على طريقة سرية ولا طريقة عبقرية ولا أي حاجة خالص من دي. هي مجرد خطة علمية مدروسة إزاي تقدر توصل لمبيعات تصل ل100,000 دولار بمتجرك الإلكتروني. وبنفس اللي هنقوله ده أنت تقدر تغير الهدف ده، يعني ممكن تخلي الهدف 50,000 دولار وممكن تخلي الهدف 1,000,000 دولار. الأمر مرتبط بشوية عوامل هتقدر تفهمها مع الشرح بتاعنا، من الميزانية اللي أنت هتبدأ بيها وغيره، هنقدر نشرح ده ونوصله كله إن شاء الله خطوة خطوة. طيب النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف، أو الفيديو الأولاني أو اللي نسميها الحلقة الأولى ممكن، هنقدر هنشوف بقى ايه هي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها، وهي انك تتأكد قبل اطلاق متجرك من بعض الامور الهامة جدا انك لازم تكون موجودة في متجرك، او لازم يكون متجرك في العوامل دي، علشان تقدر ان شاء الله بناء عليها تبدأ في تنفيذ الخطة. دي حاجة مهمة جدا انك قبل ما تبتدي اي شيء تتأكد من ان كل الامور جاهزة لانك تقدر تبيع ان شاء الله، وان المتجر بتاعك فيه العوامل اللازمة علشان تنجح. فيلا بينا بقى نشوف ازاي، ايه هي الحاجات اللي المفروض نتشك عليها ونتاكد انها مظبوطه، وازاي لو هي مش مظبوطه نقدر نصلحها او نعدلها، وبعد كده نكمل في الفيديوهات واحد ورا الثاني. وشكرا، ويلا بينا نشوف. زي ما اتفقنا هنشوف بقى ايه الحاجات اللي المفروض نتاكد منها قبل ما نبدا الحمله بتاعتنا او خطتنا في الوصول لل 100,000 دولار من المبيعات ان شاء الله. طيب الخطوة الأولى هي أنا عملت كده إيه يعني باوربوينت متواضعة وسريعة، علشان بس إيه نشوف منها الحاجات اللي إيه اللي المفروض نتأكد منها زي ما إحنا اتفقنا. فأول حاجة لازم تتأكد منها هي سرعة المتجر وقوة الاستضافة. يعني لازم تتأكد إن المتجر بتاعك سريع بيحمل بسرعة، وإن الاستضافة بتاعته قوية. يعني إيه الاستضافة قوية؟ يعني مهما زاد او ان المتجر بتاعك يقدر يتحمل عدد كبير من الزيارات، عدد كبير من الزيارات في وقت واحد. يعني لو دخل على المتجر بتاعك مثلا 50 زائر في نفس الوقت المتجر بتاعك ما يتقلش ويفضل قوي، لو دخل عليه 100 زائر في نفس الوقت المتجر بتاعك يفضل قوي، وهكذا. مهما زاد العدد يفضل المتجر بتاعك شغال بشكل سريع وبشكل ثابت. لو انت من عملاء اكسباند كارت وبتستخدم اكسباند كارت في المتجر الالكتروني بتاعك، انت عملت المتجر الالكتروني بتاعك عن طريق اكسباند كارت، فالموضوع ده ما تقلقش منه خالص، ومش محتاج تتشيك على اي شيء، ان ده من مسؤوليات اكسباند كارت، والحاجات اللي بتضمنها اكسباند كارت استضافه متناهيه القوه. مهما زادت عدد الزيارات، مهما زاد على اي باقه من الباقات بتاعت اكسباند كارت، عمر ما المتجر الالكتروني بتاعك هيتاثر. ده شيء بنحرص عليه جدا في اكسباند كارت، فان شاء الله عمر ما المتجر الالكتروني بتاعك هيتاثر، ودايما هيكون المتجر الالكتروني بتاعك سريع. لو بتستخدم منصه اخرى او بتعمل استضافه بقى خاصه او كده، راجع الحاجات دي بنفسك وتاكد انها مظبوطه. وانا طبعا بنصحك انك تشوف اكسباند كارت وتبني وتنشئ وتدير متجرك الالكتروني عن طريق اكسباند كارت، لان هي ان شاء الله افضل شيء موجود خصوصا في الوطن العربي علشان تنشئ وتدير متجر الكتروني. طيب بعد ما نختبر ونتاكد من سرعه المتجر وقوه الاستضافه بتاعتنا، هنشوف حاجه تانية هنختبرها، هي ان المتجر بتاعنا شغال كويس مع اجهزه الجوال. برضو لو انت بتستخدم اكسباند كارت فدي برضو حاجه ما تقلقش منها لانها بالفعل موجوده. لو ان جميع القوالب اللي في اكسباند كارت هي متجاوبه، فبتقدر تظبط شكلها مع الجوال، ولو عندك اي ملحوظه في متجرك الالكتروني في شكل عرضه على الجوال تقدر تتواصل مع الدعم في اكسباند كارت وهم هيساعدوك.
وتقدر تختبر ده بنفسك. بس في هنا بس ملحوظة، ما تثهفش قوي في الموضوع دوت بشكل عام، لان مفيش يعني انت ممكن تفضل تحسن 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 تحسن، وده كويس في شكل الظهور. لكن انا قصده هنا علشان تقدر تبتدي وما تعطلش نفسك، هو ان المتجر بتاعك يكون بيفتح بشكل كويس على الجوال، وان القالب بتاعك متجاوب، وان لو عميل دخل على المتجر بتاعك من الجوال بتاعه ومن الموبايل يقدر ينفذ طلب الشراء بمنتهى السهولة، وان تكون المعلومات واضحة وكويسة بالنسبة له. ودي حاجة تقدر تختبرها طبعا بانك تفتح المتجر الالكتروني بتاعك على من الجوال بتاعك، وتشوف تعتبر انك عميل، وتبتدي تجرب الموضوع ده خطوة بخطوة. لو سريعا كده، لو هنبص على احد ما يعني بعض المتاجر في اكسباند كارت، يعني دي من اهم الطرق اللي انت ممكن تشوف بيها شكل المتجر على الجوال او القالب المتجاوب. فانا احنا هنصغر الشاشه كده اهو، وزي ما احنا لاحظنا كده ان المتجر بي القالب بي ريسبونسيف، فالقالب تجاوب مع حجم الشاشه تمام، وبقدر استعرض واتاكد. وطبعا الافضل انك تجرب على الجوال، ده متجر تاني ممكن نعمل فيه نفس الموضوع. زي ما احنا شايفين كده ان ده شكله هيكون على الجوال، شيء بيكون زي كده، ان الصوره واضحه، ان قادر اسكرول واقدر اتم عمليه الشراء بشكل مظبوط وما فيش اي مشكله. فبرضه زي ما قلنا، لو انت من عملاء اكسباند كارت وبتستخدم اكسباند كارت، كل القوالب متجاوبه، بس ممكن تراجع للتاكد، ولو في اي ملاحظه تقدر تبعتها للدعم في اكسباند كارت قبل ما تبدا، عشان تبقى متاكد ان كل شيء مظبوط. وما تصهبش قوي في الموضوع ده لانه ملوش اخر، يعني دايما في تغييرات وافكار ممكن تعملها في شكل المتجر وفي شكل عرض وفي بعض الناس بتثهب جدا بزياده قوي في المواضيع دي، وده مش كويس. ابدا تأكد ان انت عندك الموضوع بشكل كويس وجيد واحترافي طبعا، وابدأ عمل واستمر في التحسين، لان التحسين ده شيء مستمر عمره ما هيتوقف وعمره ما ينتهي. المفروض انك تفضل تحسن وتطور وتجود في شكل متجرك وأداؤه بشكل دائم. فلا تثب وبرضو لا تهمل الجانب ده، لانه مهم جدا. اكتر من 50% دلوقتي من المعاملات التجاره الالكترونيه بتتم من خلال الجوال، فلازم تتاكد ان متجرك شغال على الجوال. مش ضروري يكون عندك تطبيق، لكن لو عندك تطبيق ده هيساعدك كتير وهيساهم كتير في تحسين مبيعاتك وزيادتها. وبرضه لو انت بتستخدم اكسباند كارت، فاكسباند كارت بتوفر لك امكانيه لانشاء تطبيق الجوال على متجر الاندرويد ومتجر الاي او اس او الابل. طيب بعد كده اعمل اختبار اتمام عمليه شراء كامله على متجرك. اتاكد قبل ما تبدا اي حمله دعائيه انك ان تنفيذ الطلب شغال عندك، وما فيش اي حاجه انت عاملها في الاعدادات مش مظبوطه او كده. لازم تتاكد ان كل الموضوع ماشي تمام، اختبره بشكل كامل. لو انت هتستخدم طرق دفع اونلاين بفيزا او ماستر كارد، لازم تعمل عمليه تجربه كامله لحد اتمام الدفع. مش لازم تدفع ببطاقه حقيقيه، جميع بوابات الدفع توفر لك بطاقه تقدر تجرب بيها، فتقدر تجرب الدفع، تاكد ان كل حاجه مظبوطه وان الاوردر بيوصل وكل حاجه مظبوطه وتمام قبل ما تبدا حملات الدعايه. ده طبعا امر بديهي، لان لو في اي حاجه انت عاملها مش مظبوطه في الموضوع ده، ممكن تعمل حملات دعايه وتلاقي مفيش مبيعات، ويكون السبب حاجه زي كده، ان في صعوبه او في مشكله ما في تنفيذ الطلب. ده وارد بيحصل تمام. فاتاكد طبعا برضه لو انت بتستخدم اكسباند كارت، فاحتمال وجود مشكله تقنيه في الموضوع ده يكون ضعيف جدا. اللي انت هتراجعه بشكل اساسي هو الاعدادات بتاعتك اللي انت عاملها انها مظبوطه ومتناسبه مع اللي انت عامله، وفي نفس الوقت برضه بتراجع عشان تتاكد ان كل شيء مظبوط. طيب الحاجه اللي بعد كده هي انك تتاكد ان جميع المنتجات اللي موجوده في المتجر الالكتروني بتاعك فيها وصف كامل وجذاب. فاكرين الفيديو اللي احنا عملناه عن وصف المنتج؟ هو ده المقصود. انا هحط لك الفيديو، الرابط بتاع الفيديو ده تحت الفيديو بتاعنا، علشان تشوف المقصود ايه من ان الوصف بتاع المنتج يكون كامل وجذاب. وتعالوا برضو سريعا نلقي نظره كده عن الشكل الافضل يعني لوصف منتج من وجهه نظرنا. يعني ده نفس المنتج اللي استخدمناه قبل كده، ده وصف منتج، وبرضه تعالوا نجيبه بالعربي. ده وصف منتج كويس، صورة عالية الجودة، عنوان قوي وواضح وبيشرح ايه هو المنتج زي ما احنا شايفين، شرح اكبر واكثر تفصيلا بالصور،
ليه كل مواصفات وفوائد المنتج او البنفيتس بتاعت المنتج علشان تشجع تدي فرصة كبيرة ان العميل يقبل على الشراء. لازم تديله صورة كاملة عن المنتج عشان تقدر تبيعه. لو حطت صورة وحشة، لو حطت وصف مش كويس، مش مفهوم، قليل، صغير، اي حاجة من دي هتضيع الحملة الدعائية بتاعتك بسبب حاجة زي كده. فلازم تراجع ده. هحط لك الفيديو اللي بيشرح الموضوع ده بالتفصيل، هحط لك الرابط بتاعه تحت الفيديو ده. شوف الفيديو دوت لو ما شفتوش وطبق الكلام اللي فيه قبل ما تبدأ الحملة الدعائية. بعد كده في عندنا شكل المتجر العام، انه يكون جذاب واحترافي. دي برضو شيء مهم جدا، لازم يكون شكل متجرك جذاب واحترافي. يعني ايه جذاب واحترافي؟ يعني في بعض العوامل كده البسيطة. اول حاجة الشعار بتاع المتجر الالكتروني بتاعك لازم يكون شعار احترافي معمول من قبل مصمم، علشان ده هيضفي احترافية وثقة نفسية كده عند العميل لما يدخل على المتجر بتاعك، انه في شكل الشعار لو احترافي وكويس ده بيضفي ثقة. الحاجة التانية هي البانرات اللي بتستخدمها انت في المتجر كلها. لازم تكون بانرات عاملها مصمم. يعني لازم اللي يشتغل في البانرات دي يكون حد مصمم، دي شغلته، مصمم محترف. مش قصدي هنا انك تجيب مصمم او شركة تصميم غالية وكده، لا، مصمم كويس يقدر يعمل لك بانرات حاجات زي كده، زي مثلا دي بنرات كويسة بتوضح العرض، العروض اللي عندك وخلافه، عشان يبقى فيه شكل احترافي وجذاب للمتجر بتاعك. حاجة برضو تانية المفروض تراعيها هي الالوان بتاعة المتجر، انها تكون زي الوان اللوجو ده، بيسموه الايدنتيتي. لازم يكون في ايدنتيتي للمتجر. يعني هنا اسود واللون الازرق، فهتلاقي المتجر كله عبارة عن الاسود واللون الازرق في معظمه. وهتلاقي حاجات معينه بيستخدم فيها اللون الازرق مثلا، وهكذا زي ما احنا شايفين كده. فده كده بيضفي احترافيه على المتجر ويشجع العميل انه يشتري منك، لانه بيضفي احترافيه. نفس الكلام هنا، هنلاقي ان ده تمت مراعاته، وهنا برضو هتلاقوا الكلام دوت تمت مراعاته. دي حاجات مهمه، وتقدر طبعا تكتب تفاصيل زي المثال اللي احنا شايفينه ده. دي برضو حاجه كويسه. فدول الحاجات. فدي الحاجات اللي هي زي ما احنا بنقول بننصح انك لازم تتأكد من وجودها. فسريعا نلخص بسرعة. اول حاجة سرعة المتجر وقوة الاستضافة. وزي ما قلنا لو انت بتستخدم اكسباند كارت خلاص ما تقلقش خالص من الجانب ده، كل الحكاية دي هتبقى تمام، ما انتش محتاج تعمل اي حاجة. الحاجة الثانية ان المتجر شغال بشكل كويس مع اجهزة الجوال، ان يكون القالب بتاعك ريسبونسيف او متجاوب مع اجهزة الجوال. وتأكد ان تصفح المتجر بتاعك كده من الجوال وافتح منتج وشوف ان الموضوع مظبوط وما فيهوش مشاكل تعوق الشراء او تعوق التصفح. دي الحدود اللي انت مطلوبه منك، ما تتوهبش في الموضوع ده زي ما قلنا. وبرده لو انت بتستخدم اكسباند كارت هتلاقي الموضوع ده تمام وجاهز وجاري اصلا. برده عديد من التطويرات الخاصه بالموضوع ده. اضافه لده از بونص ان انت لو عندك تطبيق للجوال، دي حاجه تضيف كتير لمبيعاتك. الاحصاءات بتقول ان ده ممكن يزود المبيعات لحد 60%. ولو انت بتستخدم اكسباند كارت فانت برضو تقدر تعمل تطبيق الجوال الخاص بمتجرك، لكن ما هوش لازم انك تعمل تطبيق الجوال ده، اضافة هتساعدك في زيادة المبيعات. الجزء اللي بعد كده اختبار اتمام عملية الشراء كاملة على متجرك. جرب اعمل عملية شراء كاملة على المتجر بتاعك، خصوصا لو بتستخدم بوابة دفع الكتروني. اتأكد ان الموضوع بيتم بشكل كامل وتام قبل ما تعمل اي حملة دعائية. اللي بعد كده هي انك تتأكد ان جميع المنتجات المضافة فيها وصف كامل وجذاب زي ما احنا شرحنا من شوية. دي حاجة في منتهى الأهمية. وبعد كده شكل المتجر العام بتاعك لازم يكون جذاب واحترافي. دي برضو حاجة في منتهى الأهمية. الحاجات دي لا غنى عنها، يعني لازم تكون موجودة في متجرك الإلكتروني. تأكد منها، وبعدين هتبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده، هتبدأ تخطط وتنفذ عمليات التسويق بشكل مدروس ومخطط. وده اللي هنشرحه بقى في الفيديوهات اللي جاية. تابعوا السلسلة دي، هنحاول نعمل الفيديوهات بأسرع شكل ممكن. تلاقوني ان شاء الله تابع القناة وهتلاقي الفيديوهات بتتتالى في الموضوع ده. وما تنساش لو الفيديو عجبك، ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل بتاعتنا لو انت لسه ما عملتش سبسكريبشن، وشير كمان عشان الكل يستفيد. وشكرا على حسن متابعتكم، ونشوفكم فيديو جديد من اكسباند كارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.